اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يمكن في تحديات زي ما قلنا بتواجه الفريق كابتن ياسر، بس خليني ابتدي مع حضرتك من الجانب المضيء، الجانب الجيد. يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا بطولتين اللي هم بطوله الدوري وبطوله الكاس. لم نوفق في الدوري بعد مباراه فاصله مع نادي الزمالك وادينا فيها اداء جيد بشهاده الكل يعني، ولعبنا الكاس بعديها بيومين ثلاثه في وقت احنا كنا نفسيتنا يعني اكيد انت خسران بطوله ونفسيتك صعبه يعني. كلمني عن ظروف المباراتين دول وظروف البطولتين كانوا دول ازاي، يعني ايه اللي حصل وازاي قدرنا نحول الهزيمه لمكسب في الكاس. زي ما حضرتك قلت كده، يمكن هرجع شويه قبل الماتش الدوري. يعني يمكن احنا من السنه اللي فاتت الحمد لله انا توليت المسؤوليه بتكليف من مجلس الاداره، وطبعا مع كابتن طارق قعدنا كونا فرقه كانت جديده السنه اللي فاتت، نزلنا بمستوى العمر ال 24 سنه السنه اللي فاتت، انضم خمس لعيبه جداد كلهم صغيرين السن. الحمد لله ادائنا طول الدوري بشهاده جميع الناس كان أفضل. النادي الاهلي كان صحيح. افضل فريق جماعي، افضل اهداف، افضل هجوم، افضل دفاع، حراسه المرمى على اعلى مستوى، فريق شاب. الكره اللي بيقدمها النادي الاهلي الحمد لله كانت كره يد جيده، كره يد جيده. يعني هنيجي نقول ان احنا يمكن الماتش الدوري كانت اخر كره الاسلام دخلت جون، والحكم شاف. احنا ما بنحبش دايما نرمي لوم على حكام او حاجه، شاف ان الكره دخلت الجون بعد يعني كان فيها يعني عدم توفيق، واحنا اتكلمنا يعني في كره النادي الاهلي وكان فيها برضو اصابه للطيار، في انه كانش الطيار بيلعب، كان جات له ظروف كورونا. الحمد لله لعبنا ماتش فيصل خسرناه على غير المتوقع بفرق هدف، ودي كانت لحظه صعبه. ويمكن في لقطه كانت مشهوره ان الكابتن خطيب نزل لنا في الملعب وقال انتوا فرقه كويسه وانا بشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه كلكم، ما حدش قصر. انتوا هتوعدوني ان انتوا مش هتحطوا راسكم تحت، احنا قدامنا اربع ايام في ماتش نهائي مع الزمالك في الفاينل كاس، انا شايف وهاجي برجلكم بفوزكم الكاس. الحمد لله الولاد على المستوى الخبره اللي موجوده في الفرقه، سواء احنا عندنا اثنين ثلاثه لعيبه هم الخبره، اسلام مصري مع اللعيبه الجداد، قدرنا الحمد لله ان احنا نلم الفرقه والولاد تاني. اتعمل ماتش الكاس يعني 10-10 الحمد لله، الماتش انتهى بفارق للنادي الاهلي وقدرنا ان احنا ننهي الموسم نهايه جميله في اخر بطوله اللي هي بطوله الكاس.